السلام عليكم. كيف الحال؟ اخبارك يا ابو مشنا؟ كيف امورك؟ والله ولا علم سلامتك. رجعوا خلاص ازعج. 24 صح؟ 48 ما شاء الله عليك. هذا بايش؟ لحظه. الرز بيج. العود البتشولي. بتشولي. ايه. وهذا هذا المسك والصندل. هذا انا ابغى شيء شتائي شتوي وريحته كذا خفيفه ويفعم بالحيويه. شوف العود ولا الورد هذا؟ هني اشم. هذا العود والباتشولي. شوف هو سهل. اللي معك هي العود والباتشولي. هذا شو؟ هذا عود ورد. حلو، عود ورد الثاني؟ والثاني عود وباتشولي. عود ورد. هذا العود والباتشولي حلو. الباتشولي فنان مره. انا ابغى عود ورد. تختلف هذا؟ تختلف. والله اقول لك شيء، ما شاء الله من فخامه سد دخيل العود، حتى الذباب ما قدر، ما سطى يدخل من الباب. في ذمتي والله صدق. لا حاطين لنا هذه. وجهك رحم الله والديك، كانك داخل. ما جاء عندك ما شاء الله. بيض الله وجهك، جم الله حالك، رحم الله والديك، انت وافي في الجاليه وفي الاسلام وعلم غانم ومعرب خال وجد وحامي حد. تشجع بدك. الله يوفقك يعطيك العافيه. فقدت الدخيل العود. طلعت اهم شيء انك انبسطت بس. اي والله 48 عشت فيها. سريع تمر بسرعه. والله العظيم. فقدت القريه ولا؟ انا ترى رحت طيران. رحت الديره. اوه. رحت حتى جازان. من جازان على فيفا 100 كيلو. يوه. جلست فيها ساعتين. خطوط ارض وجو. ايه ما مداك صدق، ما مداك يعني. وارجع على جازان اجلس مع الوالده شوي. حلو. وجيت اليوم الثاني قدام ما اسافر جالس معاها حتى قدام الرحله. إيه؟ واطلع المطار، من المطار على الرياض. من الرياض قابل خوي اللي طلعنا انا وياه 48 ساعه وليد، وركبنا في السياره مع واحد من الشباب جابنا حتى. يا الله خير. والله لا طلعت، شوف طلعنا من هنا فجر. حلو. يصبح الاحد. ممتاز. حلو. فجر السبت يصبح الاحد. حلو. او فجر الاحد. فجر احد. واطلع على المطار الساعة 9 رحلتي. اوصل حلو. جازان 11 وشوي. حلو. من 11 وشوي الين الساعة 1 قابلت الاولاد، تغديت. ممتاز. على الفندق نوم. حتى الساعة 3 ساعتين. ساعتين بس ايه؟ واخوي دق تحت. يلا طلعنا المهرجان، مدعو انا للمهرجان. مهرجان ايه. مهرجان البن. ممتاز. اقوى مهرجان في منطقه جازه ما شاء الله تبارك الله، لدرجه انها تشارك فيها رامكو، صندوق صندوق الاستثمارات ما شاء الله تبارك الله، كبير كبير كبير. إيه؟ افتتح سمو امير المنطقه ونائبه ما شاء الله تبارك الله. وجلست لين العشاء جولات. حلو. حصلنا اللي يعرفنا واللي يصور. إيه؟ معنا يعني الشهره خلاص. ايه. وبعدها طلعت من هناك رجعت على جازة. حلو. اخواني استاجروا منتجع في الطريق، قابلت الوالدة هناك والاخو والخوات. حلو. وجلست معهم لين الساعة 12 وقت الرحلة. لا 12 هذا اول يوم. 12 الليل. ايه. حلو. واروح انا انسدح شوي. اوه وعدت الجمهور اللي بفتح بث. لازم تفتح بث. وقوم والله البس واطلع في الكوفي حق الفندق وافتح بث. حلو. سوالف لين قبل الفجر الساعه 4. اوه ورحلتك ما عندي ساعتين. ما عندي ساعتين. وانام لين الظهر واقوم. إيه؟ قلت بفتح سبيس. تغديت سوالف جهز اغراضي شنطتي. أيوه. وعند الوالده جلس معها حتى الساعه 8 واطلع المطار. ولازم تكون هنا الساعه كم؟ رحلتي 9 الساعه 3 وانا هنا. حلو. بس ممتاز. مشيت من هناك الساعة 9. الساعة 12 حلتك؟ الساعة 9. الساعة 9 يعني أقلعت 10 إلا. حلو. وصلت هنا يعني وصلت هنا 11:40. ممتاز. وانزل من المطار عند وليد. حلو. عشيت وجيت وكذا. جلست شوي معه. نزلنا على هنا. بس كذا. دقيقة ما تحصل. والله. 48 ساعة هذه لو انك انت في الرياض ممكن يعني. ما حتى في الرياض احس ما تكفي. اي اقول ممكن يعني انه يعني شوي تكون مرتاح اخر شيء. لكن على طول مطار خط قروشه صعب مره. قروشه وبعدين عندك اللي يدق
واللي يرسل والله كثير 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 ما رديت ما يمدي ما يمديك ما يمدي ما يمديك تلحق والله لب عينك ابو سراج ف بس المهم تغير جو تجيب نشاط ترجع شوي بنفسي والله شحنا يعني شحنا يعني انا عندي البنت مصابه بالسكر والله يشفيها ربي امين يا رب والله ابو صالح قال تبشرون وليد حن لاولاده عندها ولد قال خذ 48 ساعة ما قصروا والله وجاء قالوا الشباب ترى موسى برضو متزوج عنده اولاد قال لي اكرم 48 ساعة ما قصروا والله كم اعطانا 48 ساعة ذا و 48 ساعة ذا ما قصر كبير اي والله يا سلام تخلد في التاريخ هذا هو الواقع صدق هذا الواقع صحيح اي والله صدق عندك اثنين متسابقين حانين على اولادهم والله لازم الصراحة لا لازم صراحة والله بعدين ترى ما والله شوف حلوة انك تغير جو تجدد العهد باهلك اكيد وبعد مشتاق وبعدها ترجع البرنامج بنشاط وحيوية بالضبط صحيح نفسية حلوة دافع معنوي وكذا جدا يلا ها لا تمادي بقى باقي 30 يعني يبقى من شهر 8 10 ايام صح اقل من 8 ايام كم اليوم في شهر 7 اليوم يا طويل العمر اليوم احنا 70 اليوم 23 23 7 ايام يبقى لي 7 ايام يوووو يعني ما يمديني اشتري رقائق ما اشتري بف باستري هذا جوي شوف السمبوسه والشربه والبف باستري بيدك العب ان شاء الله والتوت بس من البقاله عند البيت تمشي تمشي امورك تخيل اول ما تزوجت شوف تعرف انت كنت يعني انت متزوج ولا لسه؟ لا انت يعني رب الاسره سواء الوالد او الوالده إيه؟ اذا كانوا على قيد الحياه